اليوم الاثنين 30/8/21 تم تحميل عدد 14 طن من لحوم صكوك الأضاحي لتسليمها إلى المحافظات الآتية: بني سويف 2 طن، مطروح 2 طن، القاهرة 4 طن، الإسماعيلية 2 طن، المنيا 4 طن، وذلك لتسليمها إلى السادة مديري المديريات لتوزيعها، والله الموفق وكل عام وأنتم بخير. الاسم حمد محمد كامل، محمل يوم 30/8/2021 الموافق الاثنين محافظة مطروح 2 طن.